عم تبكي يا حبيبتي؟ لا مش عم ببكي. بلا عم تبكي. ليش عم تعملي هيك؟ أنا شو عملت غلط معك؟ حسام بليز ما بدي أحكي بالموضوع. أنا تعبانة كثير. هو صحيح عنيد شوي واللي براسه بده يعمله، بس ما في منه بالدنيا كلها. هي إذا خالتك راضية عليك. إذا ما رضيت علينا ما في شي بيزبط معنا. أنا مو بس راضياني عليك، أنا فخورة فيك. طولي بالك لتصير الانتخابات. بعتقد بعد النتائج رح تغير رأيها. ليه؟ ما بعرف. بحس إنه الناس بالرغم من كل شي رح ترجع تنتخب ابن البيك ويعتبروني غريب. أنا مو فخورة فيك لأنك رح تربح. آخر همي الناس مين رح تنتخب. أنا اللي بيهمني الناس كيف عم تطلع فيك. أول ما أجا فارس على هالضيعة يا هبة ما كان حدا بيعرفه. شوفي هلأ كيف الناس كلهم بيحبوه من كل قلبهم وبيعملوا اللي بده إياه، ولأنه خايفين منه بس لأنه بيحبوه. معك حق، بس مشكلة الناس بالضياع إنه بعضهم معلقين بالماضي. يعني ما بعرف قديه سهل عليهم يخلصوا من قصة التبعية أو التعصب لابن ضياعتهم. وغير هيك إنه ما بعرف قديه رح ينتخبوا رئيس دعمه فارس بالوقت يلي فارس بالنسبة لإلهم حدا غريب عن الضيعة. قلتي لي إنه أنتي مو من الضيعة. لو كنتي من الضيعة كنتي عرفتي كيف فارس قلب السحر على الساحر بإنسانيته بمحبته بقلبه الكبير. فارس قدر يفضح قساوة البكوات وظلمهم. أنتي ما بتعرفي شو يعني ظلم وقساوة بيت عبد الله. أنا اللي بعرف. تعرفيهم؟ كيف؟ من زمان كتير كنا أنا ويوسف بدنا نتجوز، بس بعدين ما صار نصيب، كل واحد منا راح بطريقه. فإيه بعرف كتير منيح عن قساوة بيت عبد الله، وبعرف كمان قدي يوسف هو كبش محرقة بين جده وبيه. طيب بدي أتأخر على ماما ونشغل بالي عليها. بترجع على بالي انك تضلي، بس واضح قديش بالك مشغول عليها. طمنيني عنها بس توصلي. ايه اكيد. انبسطت تعرفت عليكي تون زكية. اهلا حبيبتي، شرفت بمعرفتك. باي باي باي.